سكتيلي يا وفاء. خلاص اهو، بس في حاجه مجننني مش عارفه احلها. انا لبست من بدري، انت لسه؟ اما انا مشكلتي مشكله. ايه؟ بص، انا كل ما اجي احط الميك اب مشكلتي ان انا ما بعرفش الاسامي. طب انت مالك مال الاسامي؟ بتطير على وشك على طول. لا انا عايز اعرف بالفرشه والديل. لا الناس بتصلني تعرف، بيسالوني ايه نوع الحاجه اللي بتستخدمها، مش عارفه اسامي الحاجه عشان بالانجليزي كله بالانجليزي. الكلمه دي يعني كل حياتنا. طب انت نزلي التطبيق بتاع يوتيوب شانل اللي انا منزله ده، بقعد اعمل بيه حاجات كتير انجليزي وبفهم كل حاجه. تطبيق بيترجم بس جامد. طب انا مش عارفه انطق الكلمه يعني كده، انا مش عارفه انطق. ده تطبيق اسمه يو ديكشنري. بص يا ورول، تطبيق اسمه ايه؟ يو ديكشنري. ده اهو بيترجم بيه اللي هو القاموس، اللي هو اكسفورد، قاموس اكسفورد، قاموس ده اللي هو يعني بتاع الانجليزي كله يعني. ما علينا، ماشي. بصي بصي، هو بيترجم سهل، مش لازم انت تبقي تعرفي انجليزي اصلا. بصي، بتفتحي آلة التصوير كده وانت مثلا عايزه تترجمي الكلمه دي، تروحي جاي واقفه عليها كده اهو، وتروحي ايه عامله لها تصوير كده، ماشي، وتروحي واقفه عليها كده وتقول له هي دي الكلمه، ترجمها لي كده والنبي يا كابتن اهو. بس كده استني بس، ما ترجمها لك اهو اهو اهو. قال لك فاونديشن كريم، كريم الاساس. شفتي سهله جدا. دي ايه؟ دي الكاميرا. عايز الترجمه حاجه تاني؟ اهو دي كلمه تانية خالص اهي. اقول له مثلا ايه، ترجم لي يا عم الكلمه دي، اروح اقفل عليها كده واعمل له كده واقول له صح، اسمها ايه يا عم؟ اهو اي شادو ظل العينين. مش ده اللي اتحط في العين؟ اهو ده في حاجه قال احبها من ده كله كمان. ده كمان بيترجم بالكلام، يعني مثلا يعني لو في انت كلمه عايزه تنطقيها او عايزه، لو حد مثلا قال لي كلمه بالانجليزي وانا سمعتها مش عارفه صح قصدك كده، تروحي ايه فاتحه محادثه وتروحي ايه، شكرا لك اهو، ثانك يو. شفتي سهل جدا. وممكن تقول له كلمه بالانجليزي ويقول لك معلها بالعربي لو انت بتعرف تتكلم انجليزي يعني. طب قول كده اي حاجه. ثانك يو اهو، شكرا لك. شفتي سهله جدا خالص ازاي؟ مفيش اسهل من كده. ده في حاجه انقح من كده كمان بيعملها. بصي بقى، لو مثلا حد بعت لي ايه كلام انجليزي واتساب، ده واتساب واحد بقى فركوك، واحد فركوك كده بيكلمه انجليزي. انا ايه، هو ما يعرفش بقى ان انا منزل بقى يوتيوب شانل. اروح جاي بقى ايه، واقف بالعلامه بالعصايه السحريه دي، العدسه دي، واقف عليها الكلمه كده، بيقول لي مرحبا يا حامد، يروح مترجمها لي. اقول له اللي بعديها ايه كده، اقف عليها كده، يقول لي كيف حالك. طب انا عايز ارد عليه الكابتن اللي هو بيتفزلك ده، انا عايز اتفزلك انا كمان. اقول له ايه، انا بخير، انا بخير، ماشي. كتبتها بالعربي، كتبتها بالعربي. اروح واقف بالعصايه السحريه عليها برضو اهو اي ام فاين، واروح معاه. هو كده يعرف ان انا ايه، لا زي فكر ان انت فزلك، يعرف ان انا اجنبي على طول. فهمتني؟ سهل جدا. انا عايز انزله. لو احلى حاجه فيه كمان ان هو بيشتغل من غير نت، دي اهم حاجه، عشان خاطر لو مفيش نت هترجم. مش معانا نت. هو بقى ايه التطبيق ده، تنزلوه وهتلاقوه موجود في الديسكريبشن، اللينك بتاعه تحملوه من الديسكريبشن او من اول تعليق. ده تطبيق سهل جدا وهيفيدكم جدا وهيريحكم جدا وهيخليكم فازلين، ماشي، عشان الناس اللي عندها مشكله في الانجليزي زينا. يلا بينا، خلاص مفيش حجه بقى، قولي بقى. يلا قوم على بقى، خلينا نمشي بقى. السلام عليكم ورحمة الله. اهلا وسهلا بيكم في قناة يوميات حمدي ووفاء، وانت حفظت المقدمة بتاعتنا. طبعا التحدي ده هو عقاب للفيديو اللي قبل كده ان شاء الله، وللأسف للأسف يا صعبان عليا جدا جدا جدا، لان هي بتتحداني على المحشي اللي هي عمرها ما كسبتني فيه. ان شاء الله عايزة ترد العقاب اللي انا عاقبته لها، هفتر ان شاء الله. مش هتعرف تكسبني لان هي تحديني على المحشي حب عمري، العشق الاول والاخير. طبعا محشي ووفاء يا جماعة اشهر من نار على العالم. انا طبعا في العقاب طلبته منها لاني انا نفذت كلامي اهو من اول صراحة الحاجات اللي طلبها مني صراحه. تاني يوم على طول فعلا عملته لي، واديني اهو بنتحدى بعض عليه. طبعا هي عايزه ترد اللي انا عملته فيها، بس على مين؟ على مين يا بابا؟ على مين؟ ناكل بقى. تقدر فين هعمله فيك؟ كله هتعملي ايه؟ كله غزه. طب انت هتعملي ايه لو انت كسبت؟ هتعملي ايه؟ انا كده كده هكسب، اعملي اللي انت عايزاه بقى. انا كده كده الحمد لله بكسب في المحشي على طول. بسم الله، 1 2 3 بسم الله. استاذه مفيش غير اني اقول لك يا استاذه المحشي الاولى في مصر. تسلم ايدك. لا تمام، عملتولي مشكل فعلا. كوسه. انا ما اقدرش اصلا ارفض لك الطلب من غير عقاب، حتى لو كنت طلبته كنت هعمله لك، صح؟ كل واحد فرخه كامله؟ ماشي. هتشوف اللي هعمله فيك، بس انا كسبت. بس يا بنتي انا محظوظ بيكي. والله. بعرف بالله، ربنا شاهد على كلامي. الحمد لله. انا محظوظه بيك طبعا. عارف ليه؟ ليه؟ عشان بتكبر خاطري بالكلام. انا مش بكبر خاطري، انا بقول الحقيقه. ممتاز. الفلفل مسكر قوي. كله مسكر. انا عايز اكل فراخ بقى. على فكره الفراخ دي بلدي. مش بيضه. اكلنا كله بلدي، عشان كده بنحب الاكل. والله ما نشتري اكل من بره ما بنستمتعش، ايا كان الاكل ده نوعه.
مالناش في اكل جاهز قوي. الفراخ سكر. يا بنتي الايه وفاء برضه هكسبك وبرضه هعقب. ايش كده هجري؟ قولي كده في تحدي تاني غير ده. يا سلام يا رب تكسبيني يا اختي، عشان انت كده شكلك بقى وحش قوي، الناس تفكر ان انت عامله دايت. مش بتاكل الكلام ده. اللي بيعمل محشي بطريقه وفاء يكتب لنا يقول لنا رايه ايه، زي ايه ولا ولا انا لوحدي؟ لا ولا ناس كتير كربتها والله. فلفل حراق، انت عامل لي مقلب صح؟ انت مركزه المره دي واضح. وهل انت عملت شوية؟ مش كنت برد؟ مش وانا هرد دلوقتي. انت مسابقاني مش ممكن، محتاج ارجع من بتاعت زمان. انت مسابقاني بس انت مش قادر اكمل اهو. هكسب. معقول؟ اعمل حاجة واعملها. عندك ارادة؟ طبعا الحمد لله. ماشي، انا مشكلتي ان انا مش عايز اسيب حاجة في الفراخ. ممصمص. اقولك على حاجة؟ انا حتى لو كسبت مش هعطك. ايه رأيك بقى؟ انت عشان نوصك ان انت هتخسر. لا هيخلع عليك الكلام ده؟ والله العظيم عشان الاكل حلو. حرام يعني الكوارك هتوحشة؟ حرام عاجبك يومين ورا بعض. لازم برضه اعمل حساب ان انت انثى. مش انت انثى؟ بعد ما عملت فين امبارح؟ ماشي. هكسب التحدي ده وهطلع عيني. هاخد حقي. باللي انت عملته فين؟ انا عارف ان انا مش هسيبك. بتنجان سكر. طب ما هاتلي معايا. عايزة مية؟ ما جبناش ميه لان احنا ما بنشربش ميه على القهوه. انا موافقك لما تيجي اهو. ماشي. يا بنت الايه؟ انا هكسب ومش هعاقبك. وانا هكسب والله وهعمل. عشان انت بفكرني بقى ان انا بضحك ومش ناويها جد. والله نكسب بعض. صعبان علي. استسلمت الوفاء لان هي مش عشان هي هتكسبني وانا مش قادر، لا انا اقدر اكمل عادي. كان صباع اعتبر خلصت، قلت الفرخه وقلت الصعب، بس هي مصره ان هي تكمل وهي مش قادره، وانا متاكد ان هي مش قادره. انا ابصم بالعشره ان هي مش قادره تكمل دول. بس كم ما تعندنيش. ما تعندنيش في المحشي، انا هسيب لك نفسي بمزاجي. انا هسيب لها نفسي تكسبني علشان خاطر لا انا شايف اللي تعمل ده كله في الاخر هتجوز. يا بنتي ما توحدنيش، ما هاكلهم وربنا وربنا كلهم. هي هعتبر ان هي كسبانه علشان هي عندها اراده وقوه روحانيه. ماشي ماشي، فهسيب لها نفسي ان انا كده هعتبر نفسي خسرت بمزاجي. يعني ده كده بمزاجي عشان انا ما بخسرش في المحشي. انا ما بخسرش في المحشي، ما تخلينيش برجع في كلامي. انا برضه اكسب. ايه ما تنكرش. ما هو انت مسابقاني بس مش قادره تكملي. انا الحمد لله اقدر اكمل واكمل دول واكمل دول، بس يلا مش مشكله. يلا انتظرونا في العقاب عشان بردك هعاقبك. لو عقاب طلع شديد هرجع في كلامي. والله هعاقبك ماليش فيه. ماشي يا ست، عاقبيني يا ست عشان خاطر هي تعبت في الاكل. تسلم ايدك على الاكل. طلع عيني في التحدي. دلوقتي جه ميعاد العقاب، وصلنا لغرفه تنفيذ الاحكام. الحمد لله وصلنا بالسلامه. بس المفاجاه بقى ان انا مش هعاقبه هنا. ليه؟ لسبب واحد. ليه؟ عشان انا عايزه افتري، والعقاب اللي انا هعمله هيبهدل الدنيا. بقى مالك ايه تفتري؟ اذا كنت انا اللي يعتبر سبت لك التحدي. لا انا تعبت في التحدي ده والله العظيم، تعبت وكلت كتير.
وانت هو اللي بياكل كتير ولا اللي بيكسب؟ لا انا كسبت. ماشي انت كسبت. والله كنت سابقاك. انت كسبت. هتعملي ايه بقى؟ هعمل ايه؟ العقاب عشان انا بقى عايزه اخد طار امبارح هيبقى في دهوله بقى وميه وحاجات. والله انا اعرفه اللي انا اعرفه ان الدنيا دي سلف ودين، يعني سلف ودين. يعني اللي عمله امبارح هيتغدى النهارده، وده اللي عايز يقوله يعني. الله اعلم بقى انت هتعملي ايه، بس انا اللي انا اعرفه برده ان انا هرد لو افتريتي هفكر لك في نصيبه بتاعتي. لو افتريت مش هسيبك. يعني انت هتفتري؟ طب ما تيجي نبتدي صفحه جديده. لا من بكره. من بكره؟ بعد ما اخد حاجه. طب ما نعمل العقاب بكره. لا ما بصيرش حقي. العقاب مش هيبقى في الاوضه هنا عشان طبعا ما تهملش الدنيا. طب هم عملوا امبارح عشان الدم ما يتفتحش على الحيطه صح؟ ده اذا كفايه رمينا على الحمام عشان هو انسب مكان للي انا بفكر فيه. هتلاقيني فيه. فالحمام هو انسب مكان اخد راحتي فيه. ثانية واحدة بس، انت بتقولي عشان الدنيا ما تتهملش، انت هتعملي ايه؟ تعرف في الحمام. يلا بينا. يلا مستقبلين. انت اللي جبت نفسك. انا حذرتك امبارح كنا في نفس المكان وحذرتك وقلت لك هتفتري هفتري صح؟ ماشي بس مش يلا بينا الحمام. يلا ما تستهبليش. الله قدامي. ووصلنا للحمام. يعني ايه يعني وصلنا القمر؟ عايزين ننفذ فيه العقاب براحتي عشان ما يبقى فيش مرمطه وده الحمام نظيف. الحمام نظيف. انا عارفه. امال اتمنى عليك. الحمام نظيف. في هنا؟ بانيو. بانيو ترعه يعني ترعه. ترعه صغننه كده هننزله فيها. لا ما تستهبليش، المايه ساقعه. ما انا عارفه ما تقلقش. ساقعه. لا مش هنزل انا. هتنزل في قلب البانيو. مش هنزل. وفي كمان خيارات هتختار منها. خيارات ايه؟ خيارات في البانيو ازاي يعني؟ دماغ خيارين. اول خيار. اول خيار. تقلع هدومك وتنزل بالداخلي. يا فا ما تستهبليش، اقفل الكاميرا انا مش هعمل عقاب. خليش الكلام في الحمام، كلام ما ينفعش اقوله. ليه هتقولي ايه؟ بقعد احلف وما ينفعش احلف. لا مش هينفع تقولي حلفان. هتنزل في الميه يا اما تقلع الهدوم وتنزل بالداخلي يا اما ها؟ طب ما انا لسه مستحمى امبارح. استنى بس، يا اما تنزل بهدومك بس تفضلي جيوبك. ازاي يعني؟ هات اللي في جيبك هشيلهولك عشان ما تبلش. طب استحمى في الدش. بلا تستحمى ولا بتاع وانا بحميك. امال عايزه ايه؟ هم بقى هو الحمى بقى عقاب دلوقتي. ما هي ساعة. خلص بقى كده. بعمل ايه؟ لا مش انا مش هقلع هدوم اكيد. الجو ساعة. هات اللي في جيبك، ما تخلينيش الاهد معاك كتير عشان انا بتعب. خيطك سودا يا زمباوس. خليهم معاك. لا ولا اقول لك اليوم اهو. شنو اليوم اهو؟ سيب. بس اقعد اتبلل. لا مش هيتبلل. اعمل ايه بقى؟ خلاص في حاجة في جيبك تاني؟ هعمل ايه؟ في حاجة في جيبك تاني؟ لا مفيش. انس. يلا. لا مش هنزل مش هنزل. هتنزل. يلا ده بقى العشرات. ايه ده؟ جت على الشراب خايف يدش. انا عايزك تدش في الميه مره واحده. تدش. اطلع فوق ونط؟ عشان تاخد التلج كله مره واحده، عشان ما تحسسش جسمك بالصعب ينزل مره واحده تدش. اهو نزلت. نط بقى. خلص عشان ما تنزل. والله ما بحبش الكلام ده. انزل اهو. انزل انزل. بالكهرباء احسن من الكهرباء امبارح. جسمك كله يتبل. لا ما تستهبليش بقى. انا نزلت اهو. كله ينزل في الميه مره واحده. مره واحده. لا مش مره واحده. هلا زق انزل. خلاص جسمك كله ساحب. الميه ساحب. كله انزل. اقعد في الميه. كفايه بقى شكلي وحش. شكلي وحش خلص. انا مش قادر اعفر معاك اهو. بس كفايه بص بقى ساعه كده. خليك مكان. خليك مكان ولا حركه. كفايه. لو خرجت من الميه هعاقبك العقاب. طب اللي هو ايه؟ كفايه. معايا هنا؟ مش قادر. معايا هنا؟ طبق مليان تلج ومكعبات من التلج. طب اقعد هنا بقى. لو مش قادر. لو قمت اكمل. لو قمت ازعلك. لا ما تسيبنيش. لا هستعمل بلا. استهبلة. هتخليني استعمل معاك العنف. اربطك. هتعمل ايه؟ بعمل كده. طب ليه التلج طيب؟ ايه القصة؟ ايدك جنبك. ايدك جنبك. ايدك جنبك. ايدك جنبك. كفايه
مش هلعب معاك تاني مش هلعب معاك تاني ما تجيش تاني ها هتديني فرنس الساعه اهو شكلي وحش